اللجنة الثلاثية الترويكا. اللجنة الثلاثية هي اللجنة المسؤولة عن توجيه عمليات مجموعة العشرين، وأصل كلمة الترويكا يعود إلى العربة الروسية الخفيفة التي تجرها ثلاثة جياد، وتم استخدام المصطلح كدلالة على كل لجنة تتكون من ثلاثة أطراف، وقد تم اعتمادها رسميا في مجموعة العشرين في قمة كان في عام 2011. وينضم للجنة الدولة المستضيفة للقمة السابقة والدولة التي تستضيف القمة الحالية، إلى جانب الدولة التي سوف تستضيف القمة التالية. ويحسب للمملكة العربية السعودية خلال وجودها في هذه اللجنة الثلاثية ورئاستها لمجموعة العشرين هذا العام أنها توصلت لآليات التعاون حول مواجهة جائحة كورونا أو كوفيد-19 من خلال الاجتماع الافتراضي للقادة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وقبل هذا الاجتماع كانت كل دولة تعمل بشكل منفرد ومنعزل عن بقية الدول الأخرى، إلا أن المملكة نجحت في وضع الآليات المناسبة وفي تعزيز التحالفات الدولية وتنسيق الأدوار.